رجعنا للكبسولة، والكبسولة بتحتفل برمضان. ايه بقى قصة الكبسولة ورمضان؟ خلينا نعرف من صاحب الكبسولة دكتور محمد راشد استشاري الحسن المناعي. دكتور محمد صباح الخير عليك، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب واسرتك بصحة وسلامة واسرة البرنامج. وطبعا ما يفوتناش غير ان احنا نقدم التهنئة طبعا للشعب المصري وفخامة الرئيس بقدوم شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا بالخير دايما والبركات يا رب بإذن الله. كل سنة وانت طيب وانت بصحة وسلامة. ايه بقى علاقة الكبسولة برمضان؟ ازاي الكبسولة هتحتفل برمضان؟ هو يعني خلينا نقول هي الفكرة كلها احنا عايزين نسلط الضوء بس شوية على طبعا الأزمة الحادثة اللي هي لازالت، ان هي موضوع الإصابات المتزايدة كورونا. بكورونا تمام. ونقول شوية إرشادات وتوعية ونصائح مهمة ونخلي بالنا يعني. تمام. احنا خلينا نقول ان لو احنا قارنا بال احنا دلوقتي داخلين فيما يعرف بالموجة الثالثة، يمكن الحدود مش فصل قوي لكن هي بتبان عندنا لما كل بنوجة بنقول موجة اولى او تانية او تالتة، بعد ما الاعداد بتنخفض وبعدين ترجع تعلى تاني، فبنقول كده احنا دخلنا في موجة تانية. تمام. احنا دلوقتي موجودين في موجة تالتة. تمام. لما جينا نقارن بين رمضان السنة الماضية اللي حدث فيه الموجة الاولى ونفس الفترة في الموجة التانية، لقينا ان معدل الاصابات كان فعلا عالي جدا جدا جدا، وكمان الوفيات كان عالي بالمقارنة بنفس الوقت في الموجة التانية. قصد حضرتك الشهر ده مقارنة بالشهر السنة اللي فاتت؟ الشهر ده لا، الموجة نفسها. الموجة الفترة يعني احنا مثلا لو قلنا الموجة بتبدأ مثلا 1 2 3 شهر 1 شهر 2 شهر 3، لو قارنا في الموجة التانية بتبدأ 1 2 3، لو قارنا بواحد هنا بواحد هنا، 2 هنا 2 هنا، 3 3، لو فرضنا ان الموجة 3 أشهر أو 6 أشهر. تمام. الفترة الزمنية في رمضان كان في الموجة الأولانية كانت نفس الفترة اللي في الموجة التانية كانت عدد الإصابات أعلى في رمضان. طب هل هنا السبب هل هو رمضان؟ لا بالعكس. هو رمضان صوم تصحه، وزي ما سمعت حضرتك كده ان في فوائد كبيره للصيام. تمام. فبالعكس بترفع يعني بتحفز الجهاز المناعي انه يشتغل بشكل كويس وكفاءه عاليه جدا، لانه طبعا بيخفض كل السموم اللي موجوده اللي بتعرض لها الجسم. تمام. لكن هي ايه الاشكاليه اللي موجوده في رمضان؟ الاشكاليه اللي موجوده في رمضان هي السلوكيات والعادات السيئه. زي هقولنا زي قال اول حاجه خلينا نقول احنا عندنا اول حاجه مثلا من ضمن الحاجات المهمه في رمضان، عجلوا الفطور واخروا السحور. تمام. يعني طبعا المطلوب التغذيه، بنقول عجل الفطور يبقى احنا عايزين تغذيه، مطلوب تغذيه. تمام. يبقى احنا مع اول نداء للفطار يبقى احنا بنفطر فطار متوازن وجيد ومنتظم ساعه الفطار. تمام. واخروا السحور يعني احنا نفضل لغايه اخر لحظه بنفضل بناخد المواد الغذائيه الضروريه، وخصوصا عندنا الميه. الميه عندي فيها اشكاليه كبيره جدا. في بعض السلوكيات السيئه ان الناس بتيجي تنسى بعد ما تفطر، يفطر شوربه وينسى، ويجي قبل الفطار قبل السحور بنص ساعه ياخد، يقول لك اخد لتر او اتنين ميه. الكلام ده كله الجسم ما بيستفيدش منه. طبعا. لانه على طول بيتخلص منه. لازم الميه تتاخد مش اقل من 10 اكواب من الفطار للسحور. تمام. للسحور وعلى فترات منتظمة. تمام. عشان يقدر الجسم يستفيد منها. دي تمام. اول حاجة. تاني حاجة وانت اثناء السحور وانت بتعمل السحور بتاعك لابد ان يكون في اغذية غنية بالالياف وغنية بالمية. طبعا. زي الخيار زي الطماطم، الحاجات اللي فيها نسبة سوائل عالية يقدر الجسم يعني يحتفظ بها طول الفترة، وخصوصا فترة الصيام السنة دي هيبقى من 14 ل 16 ساعة. تمام. ودي فترة طويلة نسبيا. تمام. يبقى دي ده من ضمن الحاجات، من ضمن العادات والسلوكيات الخاطئة، ودي اللي كانت من ضمن الإشكالية الكبيرة في المرة اللي فاتت في رمضان السنة اللي فاتت، إن هو التكدس على وسائل المواصلات. يعني إن الناس كلها تتجمع في وقت معين تركب فيه سواء المترو أو وسائل المواصلات، طبعا بيبقى فيه يعني كثافات عالية جدا. فاحنا بنقول احنا نحاول نقسم وقتنا، وان الدوله فعلا يعني يتم التفعيل، هو طبعا الدوله مفعلاه يعني يبقى في اكثر انتظاما اللي هو تقسيم وقت العمل. تمام. يعني حول العمل، يعني احنا كنا زمان في العمل في رمضان كان بيتقسم، كانت ناس بتيجي الساعه 8، ناس بتيجي الساعه 9، ناس بتيجي الساعه 10. تمام. وكمان في المروح بيبقى برضك ساعه بدري. بص يا محمد، خلينا نقول الموضوع ان انت تقسم ده هيبقى صعب شويه، لان الناس كلها في الغالب بتخرج في ميعاد واحد، ولكن هل في حل في ظل هذه التجمعات ان احنا ممكن نقلل العدوى؟
طبعا الحل الاول ان انت لو لقيت هذه المترو او كذا سحبه اجله واخش على اللي بعده، رقم واحد. رقم اثنين استمر بالاجراءات الاحترازيه أيوة بتاعتي. الله ينورك، ده الكلام اللي احنا ممكن كلنا نعمله. الكمامه بتاعتي معايا، الكمامه الكحول بتاعي معايا. الكمامه لابد بقى، واحنا بنقول في الشهر ده بالذات، الشهر ده وخصوصا لان مع الصيام طبعا بتقل السوائل وبتقل العناصر الغذائيه، وزي ما قلنا ببعض الاعداد السلوكيات في ناس بتاكل تفطر بس او تتسحر بس والوجبه الثانيه بتبقى ضعيفه. لا، فانت لازم اهم حاجه هو الصمام الامان بالنسبه لك دلوقتي هو عباره عن الاجراءات الاحترازيه الوقائيه المهمه جدا، اللي هي الكمامه، الكحول، عدم التلامس في الصلاه، يبقى بينه وبين اللي جنبي مسافه، انزل بالسجاده الخاصه بيا لو انا حتى، وابقى لابس الكمامه حتى وانا بصلي، ان انا يعني الاجراءات بقى ان احنا بنسلم على بعض بعد الصلاه وقبل الصلاه والكلام ده كله، الكلام ده كله يتوقف تماما خلال هذا الشهر الفضيل. ويعني زي ما قلنا ان الغذاء نفسه بقى يبقى متوازي، يبقى في متوازن، يبقى في نسبه كبيره من البروتين، عندي نسبه معقوله من الدهنيات اقل شويه، وعندي نسبه من النشويات عشان خاطر اقدر يعني كمصدر لعمليه الطاقه خلال اليوم، خلال اليوم بتاعي. وبرضك ممكن يصاحبنا ارتفاعات، بعض ارتفاعات في درجات الحراره، يبقى احاول ابقى موجود في الاماكن اللي فيها ظل، ما بقاش اتعرض بتعرض مباشر. وكمان الاغذيه لازم يكون فيها نسب متوازنه من فيتامين سي، وكمان فيتامين الزنك والفيتامين دي. طبعا ده موجود، الزنك موجود في الالبان والجبن والكلام والحبوب. ممكن بس اضيف حاجه كمان، اتفضل. ان انا النهارده لو انا شاكك حتى لو عندي دور برد المفروض ما اخرجش من البيت. طبعا اي لان ممكن على فكره طبعًا. يبقى عندك دور برد وعندك اعراض كورونا بس جالك بصوره بسيطه عشان ما تبقاش مصدر عدوى. صحيح صحيح صحيح. ويعني انا يعني خد اجازتك مش مشكله، ما تنزلش وانت شاكك انك عندك دور برد كمان. صحيح، ده مهم جدا ومطلوب زي ما قلت لحضرتك خلال فتره الصيام، لان طبعا الـ بيبقى الجسم عرضه للاصابه باي شيء. خليني بقى استفيد من خبره حضرتك في موضوع التطعيم. أيوة. هل النهارده التطعيم وحده كافي؟ هو التطعيم عشان برضو نكون واضحين هو غير كافي تماما. يعني تمام. غير كافي تماما، لان غير كافي تماما يعني احنا ناخد التطعيم برضو. لا، ما هو انا ما اقدرش اقول اخد التطعيم واعتمد عليه، لكن ضروري ومهم. ضروري ومهم. التطعيم الحد المتوسط بتاعه عشان يعمل لي نوع من انواع الحمايه 6 شهور، يعني تمام. ممكن ما يوصلش لسنه، 6 شهور يكون التطعيم فعال. معنى ذلك ان انا ممكن اكرره كمان 6 شهور لو في الامكانيه. لو في امكانيه. لا، هو غالبا بيبقى سنه يعني، لكن هو عشان اقول ان الجسم تمام وقادر يكون نسب معينه من الاجسام المضاده قويه خلال 6 شهور. معنى ذلك اللي تم اصابته بكورونا بيقعد 6 شهور عنده الاجسام المضاده في جسمه برضه. عنده الاجسام طبعا ممكن تطول. سواء المشكله عندي. عشان ما يبقاش مصدر عدوى لحد. دي مشكله بقى، المشكله هو ما بيبقاش ناقل او حامل للفيروس يديله لحد. فلازم وانت دي بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو بنتكلم على المجتمع دلوقتي، ما بنتكلمش على الفرد. انت ممكن تبقى خلاص الى حد ما ما فيش مشكله، لكن انت مصدر للعدوى خاصه في ظل التجمعات اللي بتتم في رمضان. طبعا، لان طبعا في رمضان زي ما انت حضرتك بتقول برضو العادات قد التجمعات. تمام. بكميات كبيره جدا. تمام. ودي شيء بعينا هتحصل، لكن احنا نحاول بقدر الامكان، واحنا حتى لو حصلت يبقى نخلي بالنا نغسل ايدينا باستمرار. تمام. يعني ما نمشي. فاضل على مدفع الافطار دقيقه في الكبسوله. مدى فعاليه اللقاحات اللي موجوده دلوقتي؟ لا، اللقاحات كلها فعاله وامنه وما فيش منها اي مشكله، و و و و بالعكس ده هي يعني في امريكا، في بريطانيا قللت، كان بيجي لنا حوالي 3000 حاله وفاه، بقت خمس حالات. حتى اعتقد ان حالات الوفاه في مصر قلت كمان. وقلت. يعني حضرتك انت بتلاقي ممكن اعداد الاصابات بتزيد ولكن عدد الحالات بتضعف. لدرجه ان انا فاكر اخر داتا قارنت بين ده دلوقتي وداتا من شهر فاتت، كنت ممكن تلاقي مثلا نسبه الاصابات 550 وتلاقي نسبه الوفيات 57. صحيح صحيح. اخر داتا اللي طالعه امبارح بتتكلم في نسبه الاصابات حوالي 800. ولكن نسبه الوفيات 39. طبعا. تمام. كل سنه وحضرتك طيب، المدفع ضرب، عايزين نفطر بقى. كل سنه وحضرتك بصحه وسلامه ورمضان سعيد على حضرتك وعلى البرنامج وعلى جميع مشاهدينك يا رب. اشكرك واشكر كبسولتك. ربنا يخليك. خلصت فقرتنا اللي هو الاولى النهارده، وخليني اشكر بالنيابه عنكم الدكتور محمد راشد الشارح السلمي. دكتور محمد اشكرك. خلينا بقى نشوف قصه اللحوم في الفقره الثانيه. ايه بقى قصه اللحوم؟ وكلنا بنحب اللحوم وكلنا بناكل اللحوم، بس عايزين نختار لحمتنا صح. فاصل ونواصل.
بتعاني من الآلام المفاصل؟ بتعاني من خشونة الركبة؟ عندك مشاكل في العظم؟ بيكساس جل أول منتج متخصص لجميع آلام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية. بيكساس جل مش جل واحد، لأ ده اتنين، واحد نهاري باللون الأزرق علشان لو بتعاني من الآلام ووجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة تعملي شغل البيت، والتاني ليلي أحمر ده عشان تعرف تنام بشكل طبيعي وبهدوء. بيكساس جل حاصل على تصريح وزارة الصحة. بيكساس جل النهاردة مستحضر مكون من أعشاب طبيعية، مستحضر في صورة جديدة، صورة البامب، مستحضر بنستخدمه صباحا بنستخدمه مساء. نصيحة مني، البيكساس جل هو رقم واحد في كل الألام المتزمنة. بيكساس جل والأول مرة جل مزود ببامب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة. بيكساس جل متوفر بعبوتين، كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل. للحصول على بيكساس جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية.